ميدان يعني البحث والابتكار في قطاع السكنة والتهيئة الحضرية. هذا القطاع تعرف واحد التطور يعني على المستوى الدولي، ونريد احنا داخل المجموعة العمران باش كذلك نشاركوا في الدينامية، ولكن في في في, في الوطن. يعني احنا الاولين اللي خلقنا واحد مصلحة خاصة الابتكار والبحث في هذا الميدان منذ اكثر من سنه الان، وبغينا يعني ان من هذه الاتفاقيه مع لي غيزان نشاركوا يعني الامكانيات ديالنا ان شاء الله باش تكون واحد الديناميه افضل، ونخرجوا المسائل اللي تكون ملموسه لصالح المشاريع اللي سنقوموا بها، واللي يمكن الدار ماشي غير في المشاريع ديالنا. حنا راك تعرفوا مؤسسه ديال الدوله موجودين في المغرب ككل في كل الجهات، تندير واحد 150 مشروع سنويا. اذا الامنيه ديالنا هي هذه المسائل اللي تخرج من هذه الاتفاقيه تدار في هذه المشاريع اللي تنقوموا بها، ولكن كذلك احنا كمؤسسه تنخدموا مع اكثر من 4000 ديال الشركاء ديالنا، من بين المهندسين المعماريين مع المكاتب ديال الدراسه، مع واحد الشركات ديال البناء او المنعشين العقاريين الى اخره. فهذا الشيء ان شاء الله تنتمناه باش يرجع بالنفع لكل اللي تيخدم في هذا القطاع، وهذا الشيء لصالح المواطن، لان الهدف اللي تنقدموا اللي تنبحثوا منه من خلال هذه الاتفاقيه هي كيفاش غنحسنوا الجوده وكل ما يتعلق بالتنميه المستدامه، النجاعه الطاقيه، نقلصوا من ذاك التكلفه ديال المواطن، وكذلك بغينا نلقاو حلول باش نقسم التكلفه ديال البناء او ديال العمليات اللي تنقوموا بها، واخيرا كذلك نقلصوا من الاجل ديال الانجاز ديال هذه المشاريع. من الفاتوره الطاقيه اللي تتكون نستعملوا مواد جديده بالنسبه للبنايات، وهذا شيء مهم لان عندنا مواد طبيعيه اللي يمكننا نزيدوها في البنايات اللي غادي تمكننا حتى هي تكون عندنا واحد ليزولاسيون بالنسبه للسكن، ايزولاسيون بالنسبه لايزولاسيون تيرميك، ايزولاسيون فونيك. هما حلول كثيره اللي بغينا نشتغلوا فيها، وغادي يكونوا دي بروجي بيلوت نديروهم في مناطق مختلفه، لان كل منطقه عندنا مناخ اللي تيختلف. وان شاء الله الهدف ديالنا هو ان هاد التكنولوجيات هذه الجديده من دابا واحد ثلاثة ديال السنوات الواحد يبدا يستعملها في البنايات ديال مجموعات العمران. هاد المشاريع هذه هو الهدف، هو نحاولوا نوصلوا اللي تنقولوا واحد البنايه واحد السكن اللي تيستهلك ما تيستهلكش الطاقه. هذا هو ان شاء الله الهدف ديالنا، ان نوصلوا لواحد البيوت اللي مبنيه بواحد الطريقه وتستعمل واحد التكنولوجيات اللي ما تنستهلكوش الطاقه. شكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.